هل سيقوم زشكيان الذي يدعي الإصلاح بوقف تدخلات النظام الإيراني وإشعال الحروب في المنطقة؟ الواقع هو أن في نظام ولاية الفقيه يتم تعيين الرئيس أولا من قبل ولي الفقيه، وثانيا هو منفذ لسياسات ولاية الفقيه فقط. وقد أعلن زشكيان نفسه أنه سيتبع خط خامنئي. بسبب الوضع الحرج في المجتمع الإيراني، بسبب الفقر، الغلاء، البطلة، والأهم من ذلك التضخم والركود الاقتصادي، ومن الناحية الدولية بسبب تدخلاته في المنطقة في فلسطين، لبنان، اليمن، والعراق، وعزل النظام بشكل أكبر وزيادة الطابع العدواني في طهران من أجل الحفاظ على بقاء النظام، في خطوة تكتيكية تم استخراج شخصية غير مهمة تدعي الإصلاح من صندوق الانتخابات لتصبح رئيسا للنظام. خامنئي من خلال جلب زشكيان يهدف إلى تحقيق هدفين: 1- السيطرة على الوضع الانفجاري في المجتمع وقمع الانتفاضات القادمة بشكل مؤقت. 2- من الناحية الدولية، من خلال جلب شخصية تبدو معتدلة في إيران، خداع الدول الغربية وخاصة الأوروبية للحصول على فرصة ذهبية أخرى للمفاوضات وكسب الوقت للنظام والحصول على امتيازات من الدول الأوروبية ورفع العقوبات. لكن على عكس تصور خامنئي، هذه المرة الدول الغربية، وبالنظر إلى تجارب الفترات السابقة، أدركت أن المعتدل والإصلاحي في النظام الإيراني، حيث خامنئي هو الكلمة الأخيرة، هو مجرد مسحة. لذلك على الرغم من أنهم هنأوا بقدوم زشكيان، لم يقعوا في فخ خامنئي حتى الآن. النتيجة هي رأس الأفعى العدواني في طهران لا يريد ولا يستطيع التوقف عن إشعال الحروب في المنطقة، لأن استراتيجية خامنئي لبقاء نظامه تقوم على القمع في الداخل وإثارة الأزمات في الخارج. وقد قال خامنئي والشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري مرارا وتكرارا إنه إذا لم نقاتل في دمشق، لبنان واليمن، فسوف نضطر للقتال مع أعداء النظام في شوارع طهران غداً.